ولد عبد السلام النابلسي في لبنان لأسرة ذات أصول فلسطينية، وجاء إلى القاهرة لمواصلة تعليمه، فكانت مصر كريمة معه ومنحته العلم والجنسية وفرص العمل في الصحافة والإخراج والتمثيل، حتى صار من رموز الكوميديا في السينما المصرية. صورة واحدة لكن فيها إعجاز، صورتها وأنا منبطح على أرض المطار، الأقدام داستني في سبيل تأدية رسالتي التصويرية. تعلم نابلسي في الأزهر وعمل محرراً في مجلات الصباح واللطائف المصورة ومصر الجديدة، واكتذبته السينما في أفلامها الأولى، فشارك في غادة الصحراء ووخز الضمير، وعمل مساعداً لعدة مخرجين أبرزهم يوسف وهبي. وخلال الأربعينات والخمسينات رسخ النابلسي مكانته في السينما المصرية برغم صغر حجم أدواره فيها. هضحي سعادتي وراحتي ومستقبلي حتى في النبوغي وعبقريتي بالحياة. هتعمل ايه يا اسطى؟ يا ريت هتجوز. يا هول دبكة الصاعقة. هتجوز مين يا؟ اللي ما تتسمى، اللي اسمها مقسوم اتنين تر. وكان النابلسي حريصاً على اختيار أسماء لافتة ومضحكة لشخصياته لا يزال الجمهور يحفظها حتى اليوم، مثل مطرب البلابل عزيز أنابل في فيلم تاكسي الغرام. بقى أنا المطرب الشهير عزيز قنابل الذي سجدت له الموسيقى وركع له الطرب ياخد منك 20 جنيه في الشهر. والأستاذ سلوع في أنا وحبيبي ودوره الأشهر حسب الله السادس عشر في شارع الحب. انت هتتجوز بتمل واربع دكاكين والف جنيه في البنك تغور بلسانها اللي عامل زي المبرد. يا لطيف يا حبيب، الهي لا تحوجني لها يا رب، افرجها من عندك يا كريم، ابسطها يا طارق. كفاية ما تبسطهاش أكثر من كده. أسس النابلسي شركة إنتاج سينمائي، وبعد تعثره مالياً اضطر للإقامة في لبنان حتى وفاته، وظل وفياً لمصر التي عاش فيها لأكثر من 40 عاماً، فكان يردد في كل مكان لحم كتافي من خير مصر.